أحبتي المشاهدين للحديث أكثر عن هذه الحملة اللي تهدف إلى نشر الخضار من جديد في بغداد والعراق عموما إن شاء الله. ينضم معي عبر الهاتف أمجد الهلالي صاحب حملة أزرع مع أمجد، وأقول لك صباح الخير يا أمجد. صباح الخير علينا وعليكم في دول قلب أستاذ زينب، الله يخليك. ربي يحفظك. بداية، إحنا هذه الحملة انطلقت قبل 3 أشهر بواقع 1140 شجرة زرعتوها في طريق سريع القناة، وكانت هناك متابعة من العراقية خاصة لهذه الحملة، واليوم نستكمل أنه هذه الحملة هي مستمرة وهدفها الأول والأخير هو إعادة الحياة واللون الأخضر إلى بغداد من جديد. حدثني عن حملتكم بصورتها الثانية اليوم، كيف كان التخطيط وكيف كان التنفيذ؟ طبعا مبدئيا انا اشكركم على هذا اللقاء اللطيف وعلى هذا التقرير الجميل ومو غريب على قناه العراقيه. طبعا انا مبدئيا لما سويت الحمله الاولى زينب كان عندي هذا الموضوع، قلت انا اسوي حمله واحده وخلاص، يعني ما افكر بحمله ثانيه اصلا، مش انت تفكر بهذا الموضوع. بس بعد ما طلقت الحمله الاولى وشفت البلديات اللي قاعد تشتغل على هذا، على موضوع الاشجار وان هم يعينون اي احد يفكر يسوي هيك حمله وهيك موضوع اشجار، فلما اجيت بشهر السادس 25/6 وزرعت الاشجار ال 1140 شجره، صار عندي حافز قوي كلش انه انا اطلق حمله ثانيه هي حمله ال 10,000 شجره. نعم. والحمد لله والشكر، وكنت يعني قد انه انا قد الوعد، وجيت هاي المرة والحمد لله همين سوينا حملة ثانية، ومثل ما انت شفتي بالتقرير الحمد لله جاب سوت نجاح كلش قوي. والهدف من هذه الحملات اللي انا قاعد اسويها هو انه اخلي كل بيت عراقي او كل شخص عراقي موجود بالعراق هو يزرع شجرة. جميل وهذا جدا، هدف الحملة. جميل جدا. امجد، خلينا نتحدث عن الجهات الساندة من منظمات انسانية تساعدك من خلال العمل التطوعي، جهات رسمية ممكن تكون مسؤولة عن سقي ورعاية هذه المزروعات. هذا موضوع طبعا جدا مهم جدا. نعم. مهم احكي به لانه انا اول ما اطلقت الحملة كنت انا شخص لحالي، ومثل ما قلت لك انا الهدف من الحمله هو احشد اكبر عدد من الناس لزراعه الاشجار، لانه احنا كلنا نعرف انه زراعه الاشجار شيء مهم. فاول الناس اللي صراحه دعموني معنويا هم الاصدقاء، تمام؟ هاي بالنسبه لبلجيكا، اما بالنسبه للعراق امانه بغداد كان لها دور كلش كبير لنجاح هيك حمله والحمله الثانيه طبعا. اما بالنسبه لبلديه الشعب اللي انا اصلا قاعد ازرع فيها، فبالاستدامه لهم دور كلش كبير للاشجار اللي زرعناها اول مره. جميل جدا. اليوم وين وصلت الاشجار اللي زرعتوها من خلال الحمله الاولى؟ كيف واقعها؟ ارتفعت؟ جذورها امتدت؟ بالنسبه للوقت اللي زرعناه استاذ زينب كان وقت هو 25/6. نعم. كان موضوع الزراعه كان شويه صعب، يعني مو وقت زراعه اصلا. فبفضل رب العالمين وبفضل الناس اللي يشتغلون بأمانة بلدية الشعب العفو. نعم. الأشجار ما شاء الله يعني ظلت بقت عايشة. وأكو نقطة مهمة أنه بالنسبة ل 1140 شجرة كان المهندس الموجود هناك قال 70% يعني هاي الأشجار يعني ممكن تموت، لكن نعم. بسبب الاستدامة اللي ما يعني بلشوا بيها يوميا بالنسبة للمي، بالنسبة للشجرة مثلا إذا كانت تحتاج تعديل يعدلوها وهكذا. اللي صار انه 6 أشجار فقط مات من اصل 1140 شجره، وهذا الشيء كلش عظيم بالنسبه للاشجار. جميل جدا. امجد، خلينا نتحدث عن موضوع جدا مهم الا وهو تمويل هذه الحمله. احنا نعرف هوايه اكو حملات تطوعيه انسانيه انطلقت من داخل بغداد لمواجهه التصحر اللي نعيشه احنا كافراد. كيف امجد المره الثانيه استطاع انه ينجح بتنفيذ هذه الحمله؟ من اين تاتي الاموال لهذه الحمله؟ طبعا هذا الموضوع عليه هوايه حكي، بس راح اختصر الموضوع. مبدئيا انا اول ما حكيت بالموضوع بالنسبه للحمله الاولى كان نعم. هو اصدقاء اللي موجودين بالتيك توك، اوكي؟ فالاصدقاء الموجودين بالتيك توك طبعا ناس هواي تبرعت، لكن بمبالغ بسيطه جدا. يعني انا اطلقت الحمله الاولى اذا تحسبين المبلغ كله يطلع يمكن 2500 دولار كل هذا المبلغ. حمله كبيره ايش كبرها ايش قدها هي ب 2500 دولار. اما بالنسبه للحمله الثانيه صراحة يعني المبلغ ما جاب ربع الأشجار أصلا. نعم.
لكن انا كنت عندي سياره مبيوعه وعندي طبعا عندي والدتي الله يحفظها منها قالت امجد انا اريد ازرع هلقد اشجار، فكملنا المبلغ. وهذا الموضوع طبعا نهائيا ما له علاقه بتكتاتي، ما له علاقه، تعرفون انا اسوي غسل كلى همينه. نعم. فغسل كلى، غسل كلى همينه يحتاج لمبالغ كلش كبيره. نعم. فما إلى علاقة بالتبرعات اللي قاعد تجي، التبرعات هي شيء بسيط جدا، يعني إذا تحسين الحملتين صايرات عليه يمكن 5000 دولار كلهم، الحملتين، يعني اللي أنا جامعة كله يمكن 5000 دولار أو أقل. طيب نعم. أمجد، اليوم من خلال تواجدك في أوروبا أنت يعني أطلقت هذه الحملة، والتعاون مع الأصدقاء أمجد يجمع مبالغ بسيطة لهذه الحملة، أعطيني الدافع الحقيقي اللي من خلاله انطلقت بفكرة هذه الحملة وزراعة الأشجار والبحث دائما عن المتبرعين، أو حتى ممكن أنه تكمل من يعني مالك الخاص. والله زينب، هي تقدرين تقولين أنت تقريبا 80% هو هو مالي الخاص، هاي اول نقطة. نعم. هذا كله دافع وطني، اول نقطة، هاي نقطة جدا مهمة. ثانيا يعني انا لما اجي اشوف البلدان الدائمة، خاصة اني عايش ببلجيكا واشوف يعني دائما خضارات واشوف الدول الدائمة دائري اكثرها، احنا بس نعبر من العراق نشوف الجو تغير. نعم. هذا الدافع الرئيسي اللي خلاني انه شنو بعد افكر بيني وبين نفسي، شنو الشيء اللي يخليني اطور من بلدي يعني كفرد. زين. جميل. يعني أنا كفرد لما أطلقت أزرع مع أمجد، الاسم إلى دور، الاسم إلى سبب. لما أنا أفكر أنه أجمع أكبر عدد من الناس، معناته أنه أنا هدفي أجمع الناس أكبر عدد من الناس حتى كليتنا نحاول أنه نخلي البلد هذا ينهض. زين. جميل خاصة جداً. هي جهود بسيطة جدا يعني. جميل جدا. أمجد باختصار لأنه عندي أكثر من سؤال، أهم المشاكل اللي تواجه هذه الحملة اليوم، إحنا كأفراد حقيقة نسعد بمثل هيجي حملات لأنه كنا نسعى ونتمنى أنه يكون العراق أخضر كما كان. أهم المشاكل وأصعبها اللي تواجه مثل هذه الحملة؟ والله صراحة مشاكل شخصية لو تريدين مشاكل للحملة. الحملة تحديدا يا أمجد. مشاكل الحملة صراحة أنا حاليا مدى أواجه أي مشاكل. نعم. لانه امانه بغداد، انا حتى البارحه كان عندي موعد مع امين بغداد. اكيد. اي كل قال لي اي شيء تحتاج انا موجود، يا اي شيء تريد انا راح اكون موجود. مشكورين يعني. اكيد لهذا المجهود. اكيد. وهم صراحه يعني، وطبعا الاستاذ محمد الربيعي همينا له دور كبير بهذا بهاي الحمله ونجاحها طبعا، لانه هو الشخص الاول اللي انا تواصلت وياه. جميل. فادوار هذول الناس طبعا هم كلهم يعني كلهم ساهموا بنجاح هيجي حملات، لان هم يسندون الشباب، يعني حسب ما اني كنت اسمع، لكن نعم. لما شفت على ارض الواقع الموضوع تغير عندي، ولهذا السبب صارت حمله ثانيه. اكو حمله ثالثه، هو انا ردت اسالك للمستقبل، الحمله انتهت ولا احنا مستمرين؟ لا، الحملات ما تنتهي ان شاء الله، انا قلت ذاك اليوم، قلت انا حتى لو ابقى انا ازرع شجره واحده كل ما اجي ثاني حملتي مستمرة يعني. جميل جدا. سواء يعني جاني دعم أو ما جاني دعم صراحة. احنا اليوم نفتقر لزينب، نفتقر للدعم يعني. أنا اليوم أحتاج منظمات، أحتاج ناس يدعموني بهاي القصة، لأنه هذا موضوع جدا جميل. موضوع يستمر دي. جميل جدا. لأنه واثق من استمراريته إن شاء الله. احنا نستغل اليوم تواجد صوت وصورتك من خلال القناة العراقية، ونوجه لكل محبين العمل الإنساني والمتطوعين ممكن أنه يتواصلون مع صفحات أمجد الهلالي، حملة ازرع مع أمجد، حتى نبادر ونشارك بتحويل واقعنا المناخي والبيئي في العراق. أمجد، نتمنى لك كل التوفيق، وهذا عهدنا بالشاب العراقي مثل حضرتك وأمثالك كثيرين بادروا وحاولوا أنه يضعون حد للتصحر اللي نعيشه اليوم في العراق. شكرا لك، أتمنى لك التوفيق يا أمجد. شكرا جزيلا. شكرا لك.